من خلال متابعة هناك، كيف تفسر دخول رفح الجرائم التي حصلت ضد النازحين في الخيام في رفح بعد أيام فقط من قرارات محكمة العدل الدولية، وكذلك بعد أيام من قرارات محكمة الجنايات الدولية؟ حقيقة ما تفضلت به صحيح، هو أن دولة الاحتلال تستمر في عمليات القتل، في عمليات يعني الغارات التي تؤدي إلى قتل المدنيين. قبل دقائق قليلة كان هناك غارة قوية جدا بين الخيام، حيث يعني برز خبر بأن أعمدة الدخان تتصاعد من بين الخيام، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب، جريمة إبادة جماعية. هذه الجريمة مكتملة الأركان، عليها كامل الأدلة، واعترفت دولة الاحتلال بها، وخرج نتنياهو وقال بأنه هناك خطأ ما وقع، يعني وقع خطأ وقتل 200-300 فلسطيني، يعني مش كثير مهمين يعني في الحسبة العالمية، لأنه هذول فلسطينيين يعني دمهم مش مهم في القانون الدولي. ولكن الحقيقة اليوم ما خرج وقال به جالانت بأن أمريكا هي التي تدعم دولة الاحتلال، هي التي تقدم لها الغطاء السياسي والغطاء القانوني في مجلس الأمن، إلا أن أمريكا لا تستطيع ولا تملك القرار في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تملك الضغط على أعضاء المحكمة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا ما صرحت به الإدارة الأمريكية علنا، صرح به السيناتورز أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، قالوا بأنه سوف نضغط وسوف نمارس. اليوم خرج أحد الأعضاء الكونغرس وقال بأنه لا يوجد صلاحية للمحكمة، وهذه المحكمة أصلا فاسدة، وهذه أصلا محكمة شكلت يعني بلحظة تاريخية معينة وليست لإسرائيل وأمريكا يعني. وبالتالي هي هذه المحكمة تشكل للدول الضعيفة، لرواندا، لأوغندا، لبعض الدول في أفريقيا، بعض الحكام الذين يريدون التخلص منهم أو عمل انقلابات عليهم، يكون هناك ذريعة بارتكابهم جرائم حرب. بالرغم من أنه الجرائم التي حكمت بها المحكمة الجنائية الدولية كلها أقل بكثير جدا من ما ترتكب دولة الاحتلال الآن في داخل قطاع غزة.